نار الآن في هذه اللحظات شايم شايم وبنشوم مع شايم للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي شايم في المقدمة. المركز الثاني مشغل للسيد محمد بن معتوق العامري، وفي المركز الثالث شاهين، في المركز الثالث السيد عبد الله بن حميد بالكديدة الفلاسي، وفي المركز الرابع مثير للسيد احمد بن قنون بن سعيد الفلاسي، وفي المركز الخامس نشوف وناخذ اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات شاهين للسيد عتيبة بن سالم بن خلفان النايلي، وفي المركز السادس رسل هود للسيد عبيد بن محمد بن ضبيعة الاجتبي، وفي المركز السابع شاهين للسيد محمد بن علي بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الثامن من الجانب الثاني في هذه اللحظات غازي للسيد بخيت بن راشد بن سيف الشامسي، وفي المركز التاسع بدون أي علامة على رقبته تذكر على رقبته، المركز التاسع من الجانب الثاني في هذه اللحظات ما يهاب للسيد محمد بن راشد بن سرداع الاجتبي، وفي المركز العاشر نجد للسيد ضاحي بن يمعة بن ضاحي العميمي. هذه النتيجة وهذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، وبنرجع إلى شايم نبنشوم مع شايم الذي في سن اللقاية شام بالبندقية إلى هالي مرغم وتجول من ميدان الشحانية. يا سلام إلى 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 أهالي إلى هالي مرغم. يا سلام ها هو شايم تشاهدونه على شاشة التلفزيون لا زال مندفع في مقدمة هذا الشوط وفي مكانه الصحيح ومكانه الطبيعي للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي في المقدمة. المركز الثاني مشغل لا زال يشتغل في المركز الثاني حتى هذه اللحظات مع المغامر السيد محمد بن معتوق العامري، وفي المركز الثالث شاهين للسيد عبد الله بن حميد بالكديدة الفلاسي اللي في المركز الثالث، وفي المركز الرابع مثير للسيد احمد بن قنون بن سعيد الفلاسي، وفي المركز الخامس نشوف المركز الخامس في هذه اللحظات شاهين للسيد محمد بن علي بن رشيد الاجتبي. يسعد الله صباحك يا ابو عبد الله على هذا الاداء المتميز الذي يقدم شاهين. المركز السادس للسيد عتيبه بن سالم النايلي، وفي المركز الثامن من الجانب الثاني غازي للسيد بخيت بن راشد بن سيف الشامسي. المركز نشوف المركز الثامن ناخذ اللي في المركز الثامن سلهود للسيد عبيد بن محمد بن ضبيعة الاجتبي، وفي المركز نشوف المركز التاسع نجد للسيد ضاحي بن يمعة بن ضاحي العميمي، وفي المركز العاشر ما يهاب للسيد محمد بن راشد بن سرداع الاجتبي. هذه النتيجة ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط بعدما استكملنا المراكز العشر الأوائل. نرجع إلى شايم في المقدمة، لا زال شايم يرقص على مدرج رقم واحد، يبى الهبوط إلى مدرج رقم واحد وإلى هالي مرغم. يا سلام بالناموس وبالفوز بهذا الشوط. يا سلام ها هو شايم لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا شايم للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي مع شايم في المقدمة. المركز الثاني مشغل دائما يشتغل في الأمتار الأخيرة مع المغامر محمد بن معتوق العامري، وفي المركز الثالث شاهين للسيد عبد الله بن حميد بالكديدة الفلاسي، وفي المركز الرابع مثير للسيد احمد بن قنون بن سعيد الفلاسي، وفي المركز الخامس
نشوف المركز الخامس. المركز الخامس في هذه اللحظات شاهين للسيد محمد بن علي بن رشيد الاجتبي، وفي المركز السادس، المركز السادس الهود للسيد عبيد بن محمد بن ضبيعه الاجتبي، المركز السابع غازي للسيد بخيت بن راشد بن سيف الشامسي، المركز الثامن نجد للسيد ضاحي بن يمعه بن ضاحي العميمي، وفي المركز التاسع، المركز التاسع الان ما يهاب للسيد محمد بن راشد بن سرداح الاجتبي، وفي المركز العاشر، المركز العاشر مهاجل للسيد عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني الهاجري، مهاجر اول مره يصل وينتقل الى وين يا مهاجر؟ بتهاجر يا مهاجر، يبي يهاجر الى خط النهايه والى الفوز والى المنافسه. وبنرجع الى شايم، يا سلام، هنا مربط الفرس عندما نذيع المراكز العشر الاوائل، نرجع الى المقدمه وبلخص الى شايم، ها هو شايم في المقدمه، يا سلام يا سلام على شايم وعلى هذا الأداء المتميز الذي يقدمه هنا على أرضية ميدان المرموم. يا سلام، أعتقد أن أول مشاركة أو أول طلوع له في هذا الموسم. نحمل بداية الموسم من أول شهر 9 تاريخ 1، ما شاهدنا شايم من العام الماضي، والسنة نشاهده اليوم في هذا اليوم وفي هذا الطلوع وفي هذا الأداء المتميز للغاية، أداء متميز للغاية، يشاركنا مشاركة قوية، مشاركة فعالة في هذا اليوم وفي هذا الشوط، شوط الثنايا المهجنات الأصايل، وهو في المقدمة. يا سلام، في المقدمة، في المقدمة حتى هذه اللحظات للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي، يا سلام، تشوف لي 1200 يا ابو سلطان، 1200 عن خط النهاية وعن شايم، يا سلام، تنبيه للاخوان الملاك والمضمرين ان بدينا نقترب من لوحة الكيلو الاخير، يا سلام يا سلام يا سلام يا شايم، يا سلام يا شايم، شايم لا زال شايم يتجاوز لوحة الكيلو متر الأخير بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، بدون أي أوامر ولا شبه أوامر، لا خفيفة ولا طفيفة. يا سلام يا سلام، أداء متميز للغاية في المقدمة، لكن مشغل يشتغل، مشغل يشتغل، ما أدري يبى يشتغل على مقدمة هذا الشوط ولا على المركز الثاني. يا سلام يا سلام، الشغل موجود، الشغل موجود، يا سلام، شايم ومشغل، شايم ومشغل، مشغل بدأ يشتغل، بدأ يشتغل مع مقدمة هذا الشوط، وفي الكيلو الأخير في المكان المناسب في المكان الصحيح، مشغل يشتغل بمقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن معتوق العامري، شايم في المركز الثاني، شايم للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا مشغل، ها هو مشغل يقترب من خط النهاية، يقترب من المنصة الرئيسية، بنقول سلام 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 عليكم يا أهل الهيار، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة، تهانينا للسيد محمد بن معتوق العامري على فوز مشغل بالمركز الأول، تهانينا لك يا المغامر على هذا الأداء المتميز المشغل، وها هو مشغل يحط الرحال عند خط النهاية وهو معلن بطل هذا الشوط. المركز الثاني شايم ولا قصر، الله يقول قدم ما فيه الكفاية، لأن أول مشاركة للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدي الاجتبي، المركز الثالث غازي للسيد بخيت بن راشد بن سيف الشامسي، المركز الرابع نجد للسيد ضاحي بن يمعه بن ضاحي العميمي، وفي المركز الخامس شاهين للسيد محمد بن علي بن رشيد الاجتبي. هذه النتيجة والتوقيت الزمني من مخرجنا أبو عدنان، ساعة وصول مشغل إلى خط النهاية 9:49 من الثانية، تهانينا للسيد محمد بن معتوق العامري، والذي وصل في المركز الثاني شايم قاطع
المسافة في زمن وقدره. نشوف التوقيت لشايم ساعة وصوله إلى خط النهاية 9:54 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي والذي وصل في المركز الثالث. المركز الثالث غازي 9:57 3 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد بخيت بن راشد بن سيف الشامسي. تهانينا للجميع والناموس.